كورونا في إيران إبادة الشعب للحفاظ على نظام ولاية الفقيه. كيف يصور قادة ديكتاتورية ولاية الفقيه الحاكمة في إيران أزمة فيروس كورونا التي تفتك بالشعب الإيراني دون هوادة ويتركهم جثثا هامدة في الشوارع والممرات العامة؟ البته من نمیخوام مسئله رو خیلی کوچک بگیرم، اما خیلی هم بزرگش نکنیم مسئله رو. اینم مثل یه آنفولانزاییست که ما چیزی به نام قرنطینه نداریم اصلا. ذخایر ما به اندازه کافی وجود داره، هم خریدهای لازم انجام گرفته، هم بنادر ما الان پر از کالا هست. خوشبختانه مرگ در اثر کرونا مشکل جدی ما نیست. اما خانواده اون مریضه تو تخت بیمارستانه، دارو میخوان. خیلی هم بزرگش نکنیم مسئله. الاهمال المتعمد والاجرامی للحکومه الایرانیه. به گفته رئیس کمیته اپیدمیولوژی ستاد مقابله با کرونا، اگر قرنطینه کردن بیماران به 25% برسه همگیری کرونا تا آخر اردیبهشت، و اگر به 40% برسه در هفته اول فروردین کنترل. تاریخ 23 فروردین ساعت 6:42 صبح، اتوبان رسالت، این ترافیکیه که دستور دادن مشاغل باز شه. به خاطر جهش تولید ما باید جونمون رو از دست بدیم. اون مملکتی که هزینه جهش تولیدش رو ما باید بدیم. الان اون افرادی که گفتن امسال سال جهش تولید باشه کجان؟ الان تو رخت خواباشون خوابیدن. امسال ما مردم باید بیان جورش رو بکشن. واقعا متاسفم برای این حکومت، واقعا متاسفم برای این حکومت. ساعت 6:40 تاریخ 23 ترافیک قفل تو اتوبان رسالت، مردم چه گناهی کردن؟ بار جهش تولید شما رو ما باید بدیم، هزینه های مسخرتون رو تو کشورهای همسایه کمتر کنید. این مردم عزیزند، این مردم محترمند، این مردم قابل احترامند. لذا اگر ما شعار خودمون رو نوشتیم فی خدمت شعب لبنانی، این رو برای تبلیغ ننوشتیم، برای اعلام ننوشتیم. ما این رو اون مکنونات قلبی خودمون هست که اعلام کردیم، چون واقعا این مردم در خور احترامن، در خور شأن و کرامتن. هزار تن از مواد غذایی، دارو، لباس، آرد و مواردی از این دست به سمت دیر الزور انشاءالله ارسال خواهد شد که همکنون این امر آغاز شده و انشاءالله تا چند روز آینده به دست مردم مظلوم دیر الزور خواهد رسید. حاجی به ما گفت که من حقوق فاطمیون رو ندارم بدم این ماه در سوریه، کمک کنید. که بدون شک حاج قاسم نقش بسیار بزرگی در پشتیبانی و تقویت مقاومت در فلسطین داشت. برای تامین مطالبات رزمنده ها شب و روز نمیشناخت. اما خامنه ای و روحانی برای حفظ رژیم از خطر قیام و سرنگونی در شرایط تحریم، استراتژی کلان تلفات انسانی و فرستادن مردم به میدانهای مین کرونا را در پیش گرفتند. این به سر کار فرستادن زحمتکشان، ام از کارگران و کارمندان، ادامه همان خط کار جنگ ضد میهنی و قتل عام زندانیان در شرایط امروز است. إلقاء نظرة على السيولة في إيران والتي تخضع لسيطرة الملالي في ظل غياب قطاع خاص حقيقي يظهر أن هذا البلد يمكن أن يكون أحد أغنى البلدان في العالم حتى دون نفط. في هذا الصدد كتبت وكالة تسنيم للأنباء في 20 مايو 2016
نقلا عن حسين صمصامي الرئيس السابق لوزارة الاقتصاد في النظام أن 90% من السيولة في البلاد تقع في أيدي 15% من سكان البلاد فقط. وفي عام 2018 بلغت كمية السيولة 1583 تريليون تومان وفقا لإحصائيات البنك المركزي للنظام، 97.4% منها في أيدي قوات الحرس والبنوك والمؤسسات والأجهزة الحكومية الأخرى، بينما 2.6% فقط منها في أيدي الناس. وقد ارتفع هذا المبلغ إلى 1.764 تريليون تومان في عام 2019، وكالة أنباء إلنا 24 يونيو 2019. كما لم يتضح حتى الآن أين ضاع مبلغ 600 مليار دولار، أو كما قيل 800 مليار دولار، من عائدات النفط في عهد أحمد نجات. السر الذي دفع حتى شبكات الإنترنت التابعة للعصابات الحكومية إلى البحث عن ذلك الكنز المفقود الذي يقبع تحت عباءة خامنئي ومؤسساته المالية دون أدنى شك. العائدات النفطية لأحمد نجات وهي للنظام تقارن بمبلغ 800 مليار دولار، بأكبر المشاريع في العالم. نظرة على أحدث المشاريع الإرهابية للملالي. بعد نفوق قاسم سليماني بفترة وجيزة، منح خامنئي 200 مليون يورو إلى فيلق القدس الإرهابي لمواصلة عمليات الإرهابية. هذا وقد استمرت عمليات إطلاق الصواريخ الفاشلة من قبل النظام ومحاولات خامنئي الفضائية غير الناجحة التي تخدم بشكل رئيسي دعاية النظام وأغراضه العسكرية. من أين يوفر النظام تكاليف هذه الأعمال والمشاريع؟ وفقا لعلي أكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وكمال لوندي المتحدث باسم المنظمة، استمرت المغامرات النووية المكلفة لخامنئي حتى في ذروة تفشي وباء كورونا، ولم يتوقف عن إرسال الأموال والأسلحة والمعدات العسكرية إلى مرتزقة النظام في الخارج حتى ليوم واحد خلال فترة انتشار فيروس كورونا. طفل متجول يقول إن أسرته جائعة. يقول العمال والبائعون العاطلون عن العمل إننا جائعون وعلينا أن نعمل. دو روز آبش عوض نشه 3 میلیون پولش ریخته میشه بیرون.
مجبورم بیام در مغازه. اتفاقا ما در روز تو خانه بودیم، در روز هیچ کس اول ما را نپرسیده، مجبور شدیم در مغازه را واسه کردیم که لاغل یک چیزی گیر ما بیه. روزی 100 تومنم بپروشیم، 50 تومن خرچ خونه خودی من، اجاره خونه داریم، اجاره مغازه داریم، پول، آب، برق، گاز، همه چیز داریم. به طور کلان هیچ کمک از طرف به کس به ما نرسیده، مجبوریم که بیایم وایستیم دیگه. هیچ کس به ما حمایت نمونه، نه دولت، نه خیریه، نه هیچ کس به ما کس حمایت از ما نگیره. ما مجبوریم هفته لاغل یک روزی سر کار کنیم، زن و بچه‌ها پوشیده، مجبوریم چیکار کنیم. من مجبورم میام اینجا برای که عمرات و زندگیم بگذره. بازار بیر خرابی، درآمد هم دیگه وجودی نداره، از کجا میخوا بخوریم؟ شما بده، شما 2 میلیون الان به ما بده تا ما بریم تا یک مسخانه در نرم. ما بارها گفتم اگه 3 میلیون دولت الان به ما بده، ما امضا مدوم که 3 ماه از خانه در نیام. دو دلیل، یک برای امرار معاش، دوم برای یک سری از مشتریام. من نصف روز میام که واسه خرج زندگی ما، چون نداریم که پس اندازم که جایی نداریم که به 2000 بدهکاریم، خرج زندگی داریم، پول آب، برق، گاز، تلفن از کجا بدیم؟ فشار زندگی، اجاره خانه، اجاره مغازه، خرج خانه، بالاخره اینجا روز همش پا در پا بخوام حساب کنم روز 50 تومن، 80 تومن، 100 تومن میشه، در حالی که این مغازه در روز اجارش روز 250,000 تومن اجاره این مغازه، با پول برق و مالیات اینا رو بخوام حساب کنیم که 300 خوردی میشه، با حقوق خودمون بخوام حساب کنیم 400 تومن میشه، فهمیدین؟ ولی ما بالاخره از رو مجبوریم داریم میام اینجا. نظرة على بعض الوثائق الجديدة لثروات خام الفلكية. بالإضافة إلى مبلغ 200 مليون يورو الذي منحه خام الفيلق القدس الإرهابي والمبالغ النجومية التي ينفقها على مغامراته النووية والصاروخية وتمويله للميليشيات الإرهابية، تبين في أبريل 2020 أن لجنة تنفيذ أوامر خميني الخاضعة لسيطرة خام هي المالكة الوحيدة لعائدات الإعلانات التلفزيونية الحكومية والتي تبلغ المليارات. على سبيل المثال، حصلت على 1,863,000,000,000 تومان في غضون شهر واحد فقط للترويج لنوع من لبن الزبادي. في الأشهر الأخيرة فشل خامنئي في محاولتين لإطلاق صواريخ تحمل أقمارا صناعية أحرق كل منها مليارات الدولارات من أصول الشعب الإيراني. في 1 أبريل 2020 تبين من خلال تصريحات آذري جهرمي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن بيع نطاق الترددات في البلاد والذي يقع تحت تصرف وزارة الاتصالات وفقا لدستور الملالي أصبح حكرا لهيئة إذاعة وتلفزة النظام الخاضعة لسيطرة خامنئي بشكل مباشر. وفي وقت سابق خلال الكشف عن فضيحة شركة توسكا، تبين أن عائدات الإعلانات التجارية التلفزيونية لقناتين منفصلتين تصب في جيوب خامنئي والمؤسسات التابعة له. توسكا هي شركة لتنمية المشاريع التجارية، وهي مملوكة للجنة تنفيذ أوامر خميني الخاضعة لسيطرة خامنئي، ومقر خاتم الأنبياء التابع لقوات الحرس والحكومة. بعض عائدات خامنئي من هذه الشركة وحدها كالتالي: عادة ما تبث في القناة الثالثة كل أسبوع مباريات نادي استقلال وبيرسبوليس على الهواء، ويبلغ الدخل الإجمالي لاتحاد الكرة من الإعلانات المذاعة أثناء المباراة فقط حوالي 33 مليار تومان. موقع دنياي اقتصاد الحكومي 18 مارس 2020. يبلغ دخل هيئة الإذاعة والتلفزة من إعلانات مسلسل براد الجان في 30 حلقة 175,322,700,000 تومان. موقع خبر أونلاين الحكومي 19 مايو 2019.
كسبت هيئة الإذاعة والتلفاز مبلغ 62 مليار و100 مليون تومان من الإعلان لنوع واحد من اللبن الزبادي خلال يوم واحد. سيصل هذا المبلغ خلال 31 يوما إلى 1863 مليار تومان، وهو ما يعادل الميزانية السنوية لهذه المؤسسة. موقع كندو نيوز الحكومي 13 يوليو 2019. يبلغ الربح بدون التكلفة للإذاعة والتلفاز من بث أكثر من 10 حلقات من مسلسل واحد أكثر من 200 مليار تومان. موقع سلام نو الحكومي 28 مارس 2020. وفقا لإحصائيات وزارة الاتصالات وموافقة شرطة فتى شرطة الفضاء الافتراضي، تم تسجيل ما لا يقل عن 160 مليون شريحة هاتف سيم نشطة في إيران خلال عام 2016 وحده، ولا شك في أن هذا العدد قد ازداد في الوقت الراهن. تشير هذه الإحصائيات ونظيراتها إلى حجم السيولة الهائلة التي تدخل جيوب خامنئي وقوات حرسه بشكل يومي عن طريق اتصالات الهواتف المحمولة للشعب الإيراني. موقع تابناك الحكومي 8 ديسمبر 2016. وأفادت وكالة أنباء مهر الحكومية في 4 نوفمبر تشرين الثاني 2019 تقول: تعادل مبلغ دفع للحكومة من قبل مشغل همراه أول للهاتف المحمول فقط 40 تريليون تومان. تسيطر قوات الحرس وخامنئي على هذه الشركة، كما لدى المؤسسات التابعة لقوات الحرس وخامنئي مؤسسات مماثلة أخرى. ويتابع التقرير يقول: يتم توفير جزء من ميزانية البلاد من خلال عوائد مشغلات الهاتف المحمول. ومن جانب آخر، وبحسب ما جاء فيما تكهنته ميزانية عام 2019، سوف يبلغ دخل وزارة الاتصالات من خلال عوائد المشغلات 68845 مليار ريال، حيث يتعلق مبلغ 64311 مليار ريال بمنظمة تنظيم الأحكام والاتصالات اللاسلكية بأسهم بالغة 93.4%، كما يتعلق مبلغ 2906 مليار ريال بشركة الاتصالات للبنية التحتية بأسهم بالغة 4.2%. ويبين هذا التقرير أن مشغل همراه أول للهاتف المحمول دفع للحكومة في العقد المنصرم أكثر من 50,000 مليار تومان، ويبلغ هذا الدفع 508,957,204 ريال منذ عام 2009 حتى 2019. نظرة على بعض المصادر المالية غير النفطية للنظام: تخضع شركة الطيران والأساطيل البحرية التجارية والسكك الحديدية في البلاد وبكل ما تحصل عليه من أرباح لسيطرة خامنئي وقوات الحرس، كما أن العوائد الناجمة عن بيع الماء والكهرباء والغاز تتعلق في الأساس بهذه الزمرة الحاكمة. استخراج المشتقات النفطية وتكريرها وتوزيعها في السوق هو حكر على خامنئي والمؤسسات التابعة لهم، بل قوات الحرس. والعوائد البالغة مليارات التومانات التي يحصل عليها خامنئي جراء غلاء سعر البنزين، والتي تبلغ ما يقارب 30,000 مليار تومان إضافية سنويا، والاستئثار بالتبغ والحبوب والسكر وتوزيع وتبادل العملة وثروات المالية، ويكاد أن يكون جميع شبكات البنوك في البلاد، هو الآخر الذي يستحوذ عليه خامنئي وقوات الحرس والحكومة. وفيما يلي جانب آخر مما يحصل عليه خامنئي من ثروات: عوائد بالغة 13,000 مليار تومان مما يسمى بمجمعات العلوم والتكنولوجيا، وهي عبارة عن مكان يتم استغلال الخريجين العاطلين عن العمل فيه. وكالة مهر للأنباء التابعة للنظام 13 أبريل نيسان 2020: عوائد بالغة 7.1 مليارات من التومانات يومياً من خلال بطاقة التذاكر الإلكترونية لمترو الأنفاق في طهران، حيث تبلغ 2.5 تريليون تومان في كل سنة. موقع عصر خودرو 2 أغسطس آب 2019. عوائد بالغة 1.314 تريليون مليار تومان من تجارة السيجارة في البلاد،
موقع سرمايه 31 مايو أيار 2006. عوائد ناجمة عن خطة المرور لطهران تبلغ يوميا 1.5 مليار تومان. موقع تيم نيوز الحكومي 11 أبريل نيسان 2020، حيث يبلغ إجمالي العوائد السنوية 547 مليار تومان. عوائد ضريبية في عام 2020 تبلغ 198 ألف مليار تومان. موقع صداي بورس صوت البورصة 21 ديسمبر كانون الأول 2019. كما وأن الاستيراد والتصدير العملاقين والتجارة الدولية تخضع كلها لسيطرة المؤسسات التابعة لخامنئي وقوات الحرس، ولا يوجد قطاع خاص يذكر في إيران، ويمكن إدارة إيران حتى بدون النفط، كما يمكن إدارة بلاد مصابة بكورونا من خلال جزء أصغر لثروات يستحبط عليها خامنئي، إلا أن النظام يهتم ببقائه لا بأرواح المواطنين.